أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نحن اليوم في مقام النبي موسى حيث أقيمت صلاة الجمعة في هذا المقام بحضور العائلات الفلسطينية الذين جاءوا حتى بشكل عائلي من عدة مناطق في الضفة الغربية بعد طبعا مرور 4 أيام على الحادثة التي استنكرها كل المجتمع الفلسطيني بإقامة حفلة موسيقية لا تتناسب مع روح أيضا هذا المكان. وجاءوا أيضا رافضين تحويله لمركز ثقافي ربما أو حتى لغير كونه مسجدا ومقاما. سنلتقي بمن حضروا إلى هنا، المرابطة خديجة خويس، هي إحدى مرابطات في المسجد الأقصى المبارك، واليوم يعني نجدها هنا. يعطيك الصحة. يعافيك ويرضى عنك يا ربي. احكي لي اليوم عن يعني كيف شفتي حضور الناس أيضا والهمة اللي لدى الناس بالحضور اليوم إلى هذا المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذه الحشود التي قدمت لنصرة مقام النبي موسى واستجابة للدعوات لإحيائه ونصرته والدفاع عنه هي حشود تثلج الصدر، همة عالية. الجميع مصر على الحفاظ على المقدسات وعلى ثوابتنا التي لن نتخلى عنها ولا عن عاداتنا ولا تقاليدنا ولا مبادئنا الإسلامية. نرجو أن تستمر هذه الحشود في القدوم إلى مقام النبي موسى، وألا تكون تلك الحشود هي ردة فعل آنية، إنما أن يكون فيها الديمومة والاستمرار حماية هذه المقدسات من التدنيس أو من الاعتداء. الرفض اليوم هو يعني حتى لإقامته أو تحويله مركزا ثقافيا كما تنوي وزارة السياحة فعل ذلك. الرفض اليوم لكل شيء سوى أن يكون مسجدا، يجب أن يظل هذا المقام وهذا المكان مسجدا إسلاميا مقدسا للصلوات والقرآن والذكر والشكر والاعتكاف والرباط، ولا لشيء آخر سوى. أشكرك. نعم، هو الهدف أو هتف الناس هنا لإبقائه مسجدا لأكثر. يذكر بأن هذا المقام يقع على طريق أريحة التاريخ الذي تستعد يعني سلطات الاحتلال لإغلاقه ويعني قطع الطريق عليه. أيضا يبعد نحو 200 متر عن نقطة عسكرية احتلالية منذ العام 67. يعني هذا المقام يضم إضافة للقبر والمسجد عشرات الغرف وفي الطابق العلوي وأيضا الطابق السفلي، والتي كان يعني أو أوجد في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي على هذا الطريق طريق أريحة. نحن الآن يعني على الهواء مباشرة. يعطيك العافية. الله يجزيك عافية. حيا الله. مصر. احكي لنا عن حضورك اليوم إلى هذا المقام. طبعا احنا من مدينة الخليل جينا اليوم، طبعا لبينا الوقفة اللي راح تصير، وجينا برضو يعني هذا جزء من القدس ومدينة ومن الأقصى، فجينا برضو وقفنا وجينا صلينا الجمعة هون، جزء من الرباط يعني لهذه الأرض المقدسة. الرفض كان لإقامة حفلات موسيقية، لكن يعني وزارة السياحة تقول بأنها تنوي تحويل هذا المقام لربما مركزا ثقافيا. هذه إحدى الأمور التي خرجت للعامة بعد الاحتفال الذي حصل. طبعا هذا مسجد يعني انبنى من زمن صلاح الدين الأيوبي، بناه طبعا عشان الناس كلها تجي إلى هذا المسجد، ومنطقة يعني تكون منطقة مرتكزة في هذيك الأيام عشان مواجهة الصليبيين، وهذا منطقة يعني إرث تاريخي، وإحنا طبعا مصرين أنه يضل مسجد للمسلمين بغض النظر شو بتقول اللي هي الوزارات ووزارة السياحة أو حتى الأوقاف. يعني هذا بضل مسجد وسيضل مسجد ولن نقبل بغير هذا الأمر. كيف شفت الحضور اليوم؟ ما شاء الله رائع، يعني في عدد كبير من الناس، يعني ما توقعت انه يكون بهذا العدد الموجود حاليا، والحمد لله رب العالمين الناس واعيه يعني وبتحب مساجدها وبتحب هذه البلد، وان شاء الله بنضلنا صابرين وصامدين في هذه المدينه. يعني ماذا بعد هذه الصلاه بنظركم، يعني بنظر المجتمع الفلسطيني، ما الذي سيحصل؟ المجتمع الفلسطيني يرفض اي فكره لتحويل اي مسجد الى اي شيء الى اي شيء اخر، يعني هذا بضل مسجد واحنا بنضلنا يعني مصرين انه يضل مسجد ويضل يعني مكان مقدس للمسلمين. ستستمرون بالحضور هذا القصد؟ اكيد، احنا طبعا كل سنه بنجي وان شاء الله سنستمر وراح نجيب يعني اهلنا وابنائنا وراح نعرفهم على هذا المسجد اكثر واكثر حتى الكل يعرف انه هذا المسجد يعني من المساجد الحيويه والمساجد التاريخيه في فلسطين. شكرا لك. يعني أيضا هذا أحد الحضور الذي جاء من مدينة الخليل
إلى هذا المكان لنصرته ولي يعني إيقاف أي مخططات أو رفضا لأي مخططات لتحويل هذا المكان لغير أن يكون مسجدا ومقاما. يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا. عرفنا حالك. منصور المصري. من وين جاي؟ من أي محافظة؟ قلقيلية. جيت اليوم من قلقيلية، شو الهدف من مجيئك اليوم؟ الهدف إن نحيي المنطقة هاي، إن نصلي فيها. الآن بعد الحفلة اللي صارت والنية كانت إنه يصير مكان ثقافي هذا المكان، شو رأيك؟ منيح، كويس. إنه يصير مكان ثقافي وإقامة. نعم. مكان دين قبل الثقافة، صحيح. حياك الله، أهلا وسهلا. خبرنا كيف شفت الحضور اليوم؟ حضور كان هائل، والأسباب مع إنه في وضع كورونا كان حضور ممتاز وجيد، وبتشكر كل اللي أجوا على هذا وحيوا هذا الإشي وقاموا بالعمل هذا، والإشي المسيء اللي قاموا فيه الشياطين والأعمال هذه اللي عملوها بمسش للإسلام بصورة، يعني ولا الإسلام بتقبل ولا لدينا ولا لدينهم، وهي اللي بدنا نقوله، يعني في شيء شو بدنا نعمل. ماذا بعد؟ يعني هذه الدعوات كانت لصلاة الجمعة، بعد ذلك ما الذي سيحدث؟ كيف سيتم الحفاظ على هذا المقام؟ إن شاء الله الناس تظلها مرابطة في الإشي هذا، وتظلها بتكون بحياة وباستمرار، وزيارته باستمرار بضر، مثلا خصصوا زيارة كل شهر كل شهرين، يجوا العائلة مع بعض، يجوا يقيموا صلاة الجمعة أي صلاة ويتنزهوا. هون في مناطق يعني جميلة وأثارات ومناطق هوائية وإيش الواحد الأجواء هنا عنده. من أي محافظة جيت؟ من قلقيلية. طب هل هاي كانت أول زيارة لك لهذا المكان؟ نعم صحيح. ما كنت تعرف قبل؟ ما كنتش أعلم فيه أصلا. نعم ما كنتش أعلم. ولا بالمدرسة جابوكم رحلات أو؟ كنا نيجي هنا على مناطق أريحة، بس ولا عمرهم جابونا على المناطق هذه، يعني قبر النبي موسى تحديدا، بس ما عرفناش إلا في الإشي لما صوروا الشخص انه في حفلات هنا، وعرفنا هنا وجينا على اساس الاشي هذا، يعني مستنكرين هذا العمل فيه، واحيانا المنطقه ان شاء الله قمنا بصلاه الجمعه. شكرا. شكرا لك. شكرا. نعم، يعني حتى هنا احد الشباب تحدث عن انه لم يكن يعرف اصلا بوجود هذا المقام والمسجد، الا انه فقط وقت الحادثه التي حدثت منذ 4 ايام لاقامه حفله موسيقيه في هذا المكان عرف بان هناك مسجدا ومقاما، علما انه خلال مدرسته كانت هناك رحلات مدرسيه الى مدينه اريحه يعني عدة مناطق، لكن يقول بأنه لم يكن يعرف بهذا المكان من قبل. يعطيك العافية. الله يعافيك. حياك الله. خبرنا من أي منطقة أنت جيت؟ أنا من بيت لحم جيت. نعم. تمام. احكي لنا عن كيف شفت الأجواء اليوم والحضور أيضا اليوم. والله إحنا جينا تلبية للدعوات للتواجد في مقام النبي موسى بعد التدنيس اللي حصل له قبل أسبوع. طبعا تفاجأنا على بداية ما وصولنا لمدينة أريحة، تفاجأنا بهذه الجموع والآلاف من أهالي الضفة والقدس اللي لبوا هذا النداء. بنظرك كنت تعرف عن مقام النبي موسى سابقا؟ نعم، أنا كنت أزوره أيام الرحلات المدرسية في المدرسة قديما. يعني قبل قليل أحدهم تحدث بأنه لم يكن يعرف ولم تأتي به الرحلات المدرسية، وهنا يعني محافظة أخرى جاءوا إلى هنا برحلات مدرسية. اليوم كيف برأيك سيستمر الحفاظ على هذا المكان؟ أنا بتأمل ما تكون هذه مجرد ردة فعل يعني على الحدث اللي صار، وبتأمل إنه تكون هذه يعني صحوة للناس بإعادة يعني بتذكر هذا المكان وإعادة الاهتمام فيه وإحياء هذا المسجد. هو مسجد قبل ما مسجد بالإضافة لمقام، وإن شاء الله بتستمر مثل هذا التواجد وهذا الاهتمام من قبل الناس إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. يعطيك العافية عمي. أهلين. يعطيك العافية. عمي احكي لي من أي محافظة جيت؟ من محافظة الخليل طبعا. نعم، احكي لي عن كيف شفت التواجد اليوم والهم لدى الناس في الحفاظ على هذا المكان. الحمد لله، هذه هي أمة الإسلام، دائما وأبدا تسعى إلى الخير بكل يعني جهد وبكل مشقة. الواقع أنه يعني هذا الأمر اليوم يعني هو يعني بذكرنا بأنه هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، وهذا يعني بدل على أنه يعني الأمة فيها خير بإذن الله،
يعني فزعت من كل المحافظة من كل أنحاء فلسطين حتى تعيد لهذا المكان الطاهر طهارته بعد أن دنسه فئة ضالة مضلة من البشر. طب هتكون هاي ردة فعل المجيء اليوم والانقطاع لاحقا أو كيف راح يتم الحركة؟ نرجو من الله أنه يعني تظل الاستمرارية في هذا المكان وظل عامر بالناس الخيرة. يعني احنا بنقول بين الريحة والقدس يوميا على الشارع الرئيسي بمر عدة يعني ناس بشكل يعني لو عدى سيارتين ثلاثة يوميا على أساس إيجاد الحركة في هذا المسجد. وأنا برجو أنه يكون هذه يعني بداية انطلاقة جديدة لهذا. وأنا أدعو الأمة جميعا لأن هذه عرض وقفية هي أيضا وقف إسلامي. يعني بذكر الناس كمان بما تعدت له وقفية الخليل أرض سبتة في مدينة الخليل ما يدعى بالمسكوبية من التعدي عليها حتى من قبل السلطة الفلسطينية في إهدائها لموضوع المسكوب. فأنا بدعو جميع الناس كما حصل اليوم أن تتوجه إلى أرض سبتة من أجل أيضا إعادتها إلى أهلها وإلى وقفيتها الإسلامية. وهذا نداء لكل أنحاء فلسطين وبارك الله فيك. نعم شكرا لك. نعم شكرا يعطيك العافية. يزيدكم عافية. أهلا وسهلا. من أي محافظة جيت؟ من محافظة الخليل دور الخليل. نعم احكي لي عن مجيئك اليوم ويعني سبب هذا المجيء. أول شيء المجيئنا اليوم اللي هي ردة الفعل الطبيعية لشباب فلسطين شباب الأهل الأرض المباركة على التجرؤ على حرمة المسجد من قبل من أعطى الإذن ليدنس المسجد فهي ساحة المسجد وهذا مقام وهذا وقف للمسلمين. كانت جرأة كبيرة ردة الفعل على جرأة أن يأتوا بمن يرقص ويغني في مساجدنا. وهذه الجرأة الكبيرة التي رأيناها في الفيديوهات التي انتشرت كانت ردة فعل طبيعية لأهل فلسطين إنهم ينتفضوا ويأتوا ليحيوا هذا المسجد ويقول رسالة واضحة لمن يريد تخريب مساجدنا أن أهل فلسطين بصوتهم العالي يقولون ارفعوا أيديكم عن بيوت الله. بيوت الله ليست ساحات في منتزهاتكم ولا مقراتكم. بيوت الله ليست غرف فندقية في وزاراتكم. بيوت الله هي مساجدنا هي لله فارفعوا أيديكم عنها. وهذه رسالة واضحة من شباب أهل فلسطين لكل من تسول نفسه أن يدنس مساجدنا أنها لن نسمح بتدنيس هذه المساجد. ورسالة أخرى من أهل وشباب فلسطين إلى السلطة الفلسطينية أن افتحوا بيوت الله وأهل فلسطين لن يبقوا ساكتين على التعدي على بيوت الله بإغلاقها يوم الجمعة دون أي مبرر. فلم تغلق بيوت الله منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ومكن في الأرض حتى هذا اليوم في فلسطين إلا عندما احتل الصليبيون هذه الأرض المباركة فلن نقبل بإغلاقها. واليوم الحمد لله شهدنا الصور في غير مقام النبي موسى في فلسطين جمعاء في بعض المساجد وكثير من مساجد فلسطين شهدناها أقامت الجمعة لتبرق رسالة أيضا إلى الأمة الإسلامية جمعاء أن أهل فلسطين ينتظرون ويرتبطون في هذه الأرض ارتباطا عقديا منبثق من سورة الإسراء منبثق من العقيدة الإسلامية أن هذه الأرض أرض إسلامية. نتوجه إلى الأمة الإسلامية أجمع أن هذه الأمة قادرة على التغيير وأن أهل فلسطين ينتظرون الأمة الإسلامية محررين ليحرروا الأقصى الذي هو بمقربة من هذا المقام وليعيد هذا المقام أصله وهو أنه نقطة متقدمة لجيوش المسلمين التي أتت لتحرر فلسطين وتحرر المسجد الأقصى المبارك. نعم. لاحقا كيف سيتم برأيك الحفاظ على هذا المقام؟ اليوم كانت هناك دعوات وصلوا الجمعة وحضرت جموع كثيرة، ما بعد ذلك؟ هل سينتهي هذا الحضور؟ لقد تطرق خطيب اليوم جزاه الله خيرا لبعض النقاط أن أهل هذه المنطقة وشباب القدس وعشائر القدس وبعض العشائر قد أقرت بعض الخطوات منها عدم
ترك المسجد لوحده واستخلال هذه الغرف بما يكون له المصلحة العامة وبما يحقق مصلحة هذا المسجد. ولكن هناك نقطة رئيسية، وهو من المسؤول الحقيقي عن إدارة هذا المسجد؟ هذه الإدارة هي الإدارة المنبثقة عن السلطة الفلسطينية. للأسف هذه المساجد بمساحتها كلها يقال أنها قد أجرت ب5000 دينار، هذا يعني أقل من كشك في أي مول في أي مدينة في أصغر مدينة. فهناك إشارات استفهام كبيرة، هل سيسمحوا أنه هذه الغرف تعد للمصلحة العامة، نفتحها مراكز للتجمعات إخوتنا البدو المتجمعون هنا، لماذا لا نفتح لهم مركز تعليمي في هذا المنطقة أو كلية شرعية لتحفيظ القرآن وتخريج أهل القرآن في هذه المساحة الواسعة التي لا يتصور أنه يكون هكذا مساحة مهملة بهذا الإهمال. وكما نوه الخطيب وكما سمعنا بعض أن هناك عدة خطوات لإحياء هذا المسجد إحياء كاملا، وبارك الله. شكرا لك. شكرا. نعم، يعني سمعتم هنا، نعم سمعتم هنا العديد من الحضور الذين قالوا بأنهم سيستمرون بالتواجد في هذا المسجد والرباط فيه حتى يمنعوا ألا يكون إلا مسجدا فقط ومقاما يعني تؤدى الصلوات فيها أو يعني يخدم المصلحة العامة، لا أن يعني يتم انتهاك حرمته بحفلات موسيقية كالتي جرت قبل 4 أيام. جميل جميل جميل.